2000. ها هو الرئيس السابق ينام الآن على سرير يعني ترولي. ترولي ليه ليه داري عليه؟ ترولي ارتدي ما زال التنفس الصناعي. هذا هو يعني هو اعتقد انه في حاله من الوعي، لانه ولكن بالتاكيد يعني ان يجلس على ترولي امر طبيعي، و خصوصا انه يعني ينام في مستشفى فتره طويله من طب نشرح بقى للناس اجرائيه. حضرتك شايف اول من دخل حبيب العدلي وزير الداخلية ويبدو يعني حتى بالزبط. اكثر وزنا من ذي فرماوي الان، لو عمر فرماوي ليس متهما بالقتل ولكن متهم بحدوث انفلات امني وهو نفى هذه التهمة. يدخل الآن على مبارك وسبقه جمال مبارك. نعم يرتدي الملابس البيضاء على من المشدد زي ما حصل في البداية في الخارج. نعم وارد طبيعي أن يحدث ذلك داخل المحكمة. نعم ولكن يعني اسمحوا لي حضراتكم دخلت هيئة المحكمة. يعني احنا دلوقتي بنشكر حضراتكم جدا، لان احنا دلوقتي هننتقل على الهواء مباشره للمحاكمه. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عيد نايل وكاتب الصحفي استاذ اسامه بكر. باسم الحق والعدل فرحه الجنة. Thank you.